It is the only thing that makes us feel alive. اثارت مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي امل الشهراني الجدل بسبب اطلالتها للاحتفال بعيد الهالوين برفقه حبيبها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه امل الشهراني مع حبيبها اثناء احتفالهم في شوارع امريكا والرقص اثناء السير في الطرقات. وارتدت امل الشهراني فستان زفاف باللون الابيض ملطخ بالدماء، وامسك زوجها بما يشبه القلب الذي من المفترض ان يكون انتزعه منها، واعتمد ثنائي على تلطيخ وجههما بالدماء والتقاط الصور مع المارة. إطلالة أمل الشهراني أثارت الجدل والانتقادات ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض انتقد احتفالها بعيد الهالوين، والبعض الآخر انتقد الفستان الذي ارتدته خاصة بعد أن كشف عن صدرها. وكانت أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني الجدل بتصريحاتها الجديدة حول الدورة الشهرية والألم الذي تسببه لها، رغم أنه يعتبر من المواضيع الحساسة الذي تخجل النساء من الحديث عنه بحرية وجرأة. وشاركت أمل الشهراني متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو أعربت فيه عن ألمها والإرهاق الذي تسببه لها الدورة الشهرية، وتساءلت بنبرة سخرية واستهجان ليه الحريم تجيهم الدورة الشهرية، ليه مو الرجال، تخيلوا تاني يوم وعندي سفر. وبدت الشهراني غاية في التعب والإرهاق من آلام الدورة الشهرية، حتى أن وجهها بدا مصفرا. وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد الشهراني وإبداء غضبهم لأنها لم تخجل من فتح مواضيع خاصة وحساسة بشأن هذا الموضوع. Have you ever been in love? I don't think so. Do you want me to just... وفي وقت سابق نشرت الشهراني مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تجمعها بحبيبها، وعلقت باللغتين العربية والإنجليزية وكتبت: قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك لأنك تحلو معي وأنت اللي خليني أضحك بقوة لدرجة أنني أبصق قهوتي وشوي وتجيني نوبة الربو، أنا أحب اهتمامك وكيف تحضني وتقبلني وتخلي قلبي يقرقع، أحبك لأنك أفضل أصدقائي اللي شارك كل شيء معهم، لأنك موجود في الأوقات الصعبة وتصنع الأوقات السعيدة أفضل. وأضافت: أنت الصخرة يعني القوة، أنت الشخص المحب للحياة وكل الناس وكل المخلوقات، أنا فخورة جدا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم، وأبي أطفالي يتعلمون منه، أنا فخورة جدا بكل شيء أنجزناه معا، أنا أحبك لأنه مهما صار أثق بأنك تحبني بعد، أول ذكرى حب لنا أحبك.